السلام عليكم، ولدي ما يسمع الكلام، ولدي شخصيته ضعيفة، ولدي ما يأكل زين، ولدي ما يتحرك، ولدي أوفر ويت. هذه الأشياء كلها يعالجها البرنامج اللي سواه مدرب فريق البحرين للدفاع عن النفس فواز بعسلي الخاص بالجونيورز من 6 سنوات إلى 13 سنة أو 12 سنة. وهذا البرنامج وهو ويا المدرب يوسف سيادي ركز هذا البرنامج على 4 أشياء. أول شيء هو بناء الشخصية، ثاني شيء مهارة النجاة أو اللي احنا نسميه survival skills، عقبها الرياضات القتالية، وآخر شيء موضوع الأكل والغذاء. في البداية إذا بنتكلم عن بناء الشخصية، احنا نحتاج ان نبني شخصية قيادية في الطفل، فمن ضمن البرنامج يعطونهم بعض التمارين الخاصة في الشخصية القيادية وشلون شغل عمل الفريق الواحد. مشاكل البلاي ستيشن، التلفون والآيباد، هذه من الأشياء اللي يعاني منها كثير من الأطفال، خصوصا في موضوع الكوميونيكيشن، لأن ما بسبب هذه الألعاب يكون التواصل الحقيقي صعب جدا. فهذه التمارين ممكن اللي موجودة في برنامج فريق البحرين للدفاع عن النفس حق الجونيورز حق الصغار يعالج موضوع البلاي ستيشن بالتعاون مع العائلة نفسها. زراعة الثقة في النفس، كثير من الأطفال يعانون من عدم الثقة في النفس، وهذه النوعية من التمارين تزرع فيهم الثقة وشلون يوقف ويتكلم ويطلع صوته ويعبر عن اللي في باله. النقطة الثانية اللي هي مهارة النجاة أو اللي احنا نسميها survival skills. عندنا بعض الاختبارات الطفل ما يقدر يجتاز إذا إلى الليفل الثاني أو المرحلة الثانية إلا لازم ينجح في هذه الاختبارات. من ضمن الاختبارات هي مثلا هل الطفل يحافظ اسمه الكامل، هل الطفل عارف عنوان بيتهم، حافظ رقم تلفون أمه، رقم تلفون أبوه. عندنا بعض التمارين اللي احنا نسويها مثلا في حالة الضياع، شي يسوي اذا ضاع، شي يسوي، شو الاجراء اللي ماخذه، وناخذهم نسوي لهم تمارين كاملة. في عندنا تمرين في حالة الحريق، لا قدر الله شي يسوي، شنو الاجراء اللي يستلمه، هل يركب في الليفت، ينزل من الدرج، شنو الاجراء السليم اللي ياخذه. في حالة مثلا تسكرت عليه السيارة او تسكر عليه الباص، وهذه سمعنا القضية من قبل وسمعنا هالمشاكل، شنو الاجراء اللي ياخذه، ونسوي له نوعية من أنواع التمارين هذه اللي ممكن تنقذ حياته. في تمارين خاصة في حالة الإغماء أو المرض، لنقول لا قدر الله طاح أحد يمي، شنو الإجراء السليم، يتصل حق من، شنو الإجراء اللي ياخذه، فنسوي نوعية من التمارين فيكون عنده هذه الأشياء اللي احنا نسميها مهارات النجاة أو survival skills موجودة عند الطفل وهو في سن ما بين 6 سنوات إلى 13 سنة. عندنا النقطة الثالثة اللي بتكلم عنها الرياضات القتالية. شنو القرض من الرياضات القتالية؟ الرياضات القتالية تعلم الطفل انه يستقبل الضربة ويرسل، وفي سيطرة على الغضب، وهذه اهم نقطة، وايد يقدر يسيطر على الغضب ماله، يكون واثق من نفسه، متى يدافع متى يهاجم، ومتى يقول والله انا الحين مفروض ادافع عن نفسي، لا الحين مفروض لا اروح اخبر امي ولا اخبر ابوي ولا اخبر المشرف في المدرسه عن اللي صاير عندي. وهذا شيء وايد مهم. من المهارات الاخيره اللي بنتكلم عنها او الاشياء اللي بتدربها عندنا الجونيورز هي موضوع الغذاء والاكل. نعاني وخبراتنا مع التعامل مع الاطفال لاحظنا ان موضوع السمنه زايد، فدخلنا برنامج الأكل بحيث أن احنا بالتعاون ما بيننا وبين الأسرة نحاول نوجه طرق الأكل حق الأكل المفيد الصحي للطفل. وهذه محاولة تنظيم الموضوع الأكل لدى الطفل يكون لازم بالتنسيق ما بين العائلة والفريق. وهذا البرنامج جدا مفيد، إذا شفت أن أحد بيستفيد منه ممكن لأنت ترسل هذا البرنامج ويجيب الياهل ويشترك معانا ونخبره شنو بالضبط ولدي يحتاج. كان معكم أخوكم أحمد الشروقي من فريق البحرين للدفاع عن النفس.